السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط. درسنا لهذا اليوم راح يكون Lesson 10 Unit 7، الدرس العاشر من الوحدة السابعة، وهذا الدرس تجدوه على Students Book، كتاب الطالب page 77، وكتاب Activity Book page 97، على كتاب الطالب صفحة 77 وكتاب النشاط صفحة 97. يتناول الدرس أعزائي. The title of the lesson is Life is like a cup of coffee. الحياة تشبه كوب القهوة. هذا من دروس ستوري تايم من سلسلة القصص الموجودة في المنهج. هذه هي القطعة الأخيرة من سلسلة القصص والأدب الموجودة في المنهج. نستعرض الآن أعزائي القصة قراءة وترجمة. Life is like a cup of coffee. الحياة تشبه كوب القهوة. A group of alumni from different Iraqi province. مجموعة من الخريجين السابقين من مختلف المحافظات العراقية. Highly established in their careers. ومرموقين في مهنهم. Agreed to visit their old university professor. اتفقوا أن يزوروا أستاذهم الجامعي القديم. He is an Indian. هو شخص هندي. Who lives in Hyderabad. يعيش في مدينة حيدرآباد. They heard that he was very sick. سمعوا بأنه كان مريضا جدا. The alumni. الخريجين القدماء. Two from المثنى. اثنين من محافظة المثنى. Two from ديالى. اثنين من محافظة ديالى. One from تكريت. واحد من تكريت. And one from ديقار. وواحد من ديقار. Decided to take the plane. قرروا أن يأخذوا الطائرة. From بغداد. من بغداد. To Hyderabad. إلى مدينة حيدرآباد. When the plane landed in Hyderabad. عندما هبطت الطائرة في حيدرآباد. They took a train. استقلوا قطارا. To the city center. إلى مركز المدينة. And from there. ومن هناك. They went to the house of their professor by rickshaw. ذهبوا إلى بيت أستاذهم بالريكشو. ريكشو هي عربة هندية صغيرة تسمى الركاش. They reached his place easily. وصلوا إلى مكانه بسهولة. He was very excited to see them. كان يشعر بالإثارة جدا لرؤيتهم. Conversation started. وبدأت محادثة نقاش. And soon turned into complaints about stress in work and life. وحالا تحول إلى شكوى عن الضغط في العمل والحياة. Offering his guests coffee, عارضا على ضيوفه شرب القهوة. The professor went to the kitchen. ذهب الأستاذ إلى المطبخ. Returned with, وعاد بصحبة. A large pot, وعاء كبير. Of coffee, من القهوة. And an assortment of cups, وتشكيلة من الأكواب.
بورسلاين، أكواب فخار، بلاستيك، أكواب بلاستيك، جلاس، أكواب زجاجية، كريستال، أكواب كريستال. Some plain looking، بعضها بسيطة المظهر. Some expensive، بعضها غالية الثمن. Some exquisite، some exquisite، بعضها جميل المظهر. He told the guests، وأخبر الضيوف. To help themselves، أن يخدموا أنفسهم بالقهوة، يتناول القهوة بأنفسهم ويعد أكوابهم بأنفسهم. When everyone had a cup of coffee in hand، عندما تناول كل واحد منهم كوب القهوة بيده. The professor said، قال الأستاذ. If you noticed، إذا لاحظتم. All the nice looking expensive cups، كل الأكواب الجميلة الغالية. Have been taken up، قد التقطت، قد التقطتوها. Leaving behind، تاركين خلفكم. The plain and cheap ones، الأكواب البسيطة والرخيصة. Well، it is normal for you to want only the best، بينما من الطبيعي بالنسبة لكم أن تريدون الأفضل لأنفسكم. That is the source of your problems and stress، ذلك يكون مصدر مشاكلكم والضغوطات. Be assured، تأكدوا. That the cup، أن الكوب itself، بنفسه. Adds no quality، لا يضيف جودة. To the coffee، إلى القهوة. In most cases، في أغلب الحالات. It is just more expensive، هو فقط غالي الثمن. And in some cases، وفي بعض الحالات. Even hides what we drink، حتى يخفي ما نشرب. What all you really wanted was coffee، كل ما كنتم تريدونه هو القهوة فقط. Not the cup، ليس الكوب. But you consciously went for the best cups، لكنكم متعمدين ذهبتم إلى أفضل الكؤوس، أفضل الأكواب. And then you began eyeing each other's cups، ثم بدأتم تنظرون إلى أكواب أحدكم الآخر. Now consider this، الآن فكروا بهذا. Life is the coffee، الحياة هي القهوة. The jobs، money and position، الوظائف والأموال والمكانة. In society، في المجتمع. Are the cups، هي الأكواب. They are just tools، هي مجرد أدوات. To hold and contain life، لتحمل وتحتوي الحياة. And the type of cup، ونوع الكوب. We have، الذي لدينا. Does not define، لا يحدد. No change، ولا يغير. The quality of life we live، نوعية الحياة التي نعيشها. Sometimes، بعض الأحيان. By concentrating on only on the cup، بالتركيز فقط على الكوب. We fail to enjoy the coffee، نفشل في الاستمتاع بالقهوة. Savor the coffee، تذوق القهوة. Not the cups، وليس الأكواب. The happiest people don't have the best، أكثر الناس سعادة ليس لديهم الأفضل. Of everything، من كل شيء.
they just make the best of everything. هم فقط يعملون الأفضل، هم فقط يستغلون كل شيء في حياتهم للأفضل. The alumni fully understood the lesson. الخريجين السابقين استوعبوا الدرس، فهموا الدرس بشكل تام. And made their former professor، وجعلوا من أستاذهم السابق feel happy، يشعروا بالسعادة. They went back to Iraq، ذهبوا عادوا إلى العراق. After a week، بعد أسبوع. As a wiser man، كأناس أكثر حكمة. Live simply، عش ببساطة. Love generously، حب الآخرين بسخاء. Care deeply، واهتم بعمق. Speak kindly، وتحدث بعطف. هذه هي أعزائي كانت قصتنا الدرس، وهي قصة جميلة إن شاء الله، نرجو أن نأخذ العبرة منها. الآن أعزائي نذهب إلى أسئلة حول القصة. Who agreed to visit the old university professor؟ من اتفق على زيارة البروفيسور الجامعي القديم أو الكبير؟ A group of alumni، مجموعة من الخريجين. From different Iraqi provinces، من مختلف محافظات العراق. Number two، Who is the professor؟ من هو البروفيسور؟ He is an Indian who lives in Haider Abad. هو شخص هندي الجنسية يعيش في حيدر آباد. Number three، Where are the alumni from؟ من أين يكون الخريجين؟ Two from المثنى، اثنين من محافظة المثنى. Two from ديالى، اثنان من ديالى. One from تكريت، واحد من تكريت. And one from ذي قار، وواحد من ذي قار. Number four، How did the alumni reach the professor's house؟ كيف وصل الخريجون إلى بيت الأستاذ؟ By rickshaw، بعربة هندية صغيرة تسمى rickshaw. Number five، When the professor went to the kitchen، عندما ذهب البروفيسور إلى المطبخ. What did he return with؟ بماذا عاد؟ A large pot of coffee، إبريق كبير من القهوة، إناء كبير من القهوة. And an assortment of cups، assortment of cups، ومجموعة من متنوعة من الأكواب. Number six، Why did the professor bring different cups for the coffee؟ لماذا جلب البروفيسور أكواب مختلفة للقهوة؟ To show them، ليظهر لهم. That in their life، في حياتهم. They choose، يختارون. The best for themselves، الأفضل لأنفسهم. Missing the important points about life، وتاركين خلفهم نقاط مهمة عن الحياة، نقاط جوهرية عن الحياة. Number 7 أعزائي، What is the moral lesson of the story؟ ما هو الدرس الأخلاقي من القصة؟ We must focus، يجب أن نركز. On the most important things، على الأكثر الأشياء الأكثر أهمية. In life، في الحياة. Rather than، أكثر من details، التفاصيل. Exercise، تمرين موجود بالكراسة، صفحة 79. تمرين A، Complete the story time table، أكمل جدول وقت القصة. What is the title، ما هو العنوان؟ Life is like a cup of tea، الحياة تشبه كوب القهوة. Characters، الشخصيات. Number 2، The alumni، الخريجين. The old university professor،
وأستاذ الجامعة القديم. Number 3. What is it about؟ عن ماذا تدور القصة؟ It is about، إنها عن the alumni and their old university professor، عن أو عن الخريجين القدامى وأستاذهم القديم. They went to visit him، ذهبوا لزيارته. A conversation between them، محادثة بينهم. Turned to complain، تحولت إلى شكوى. About stress، حول الضغوطات. In their work and life، في عملهم وحياتهم. And he gave them، وأعطاهم a good lesson، درس جيد. Number 4. Why I didn't like the story، لماذا أحببت أو لم تحب القصة؟ إذا كان هذا الجواب it's up to you، إذا كان أنت أحببت القصة يعني يجب أن تعطي سبب. فببساطة تقول I liked the story، أحببت القصة، because it is، أو بسبب أنها، أو it has، because it is أو because it has، because it is لأنها، a good lesson، درس جيد، أو because it has، لأنها تحتوي على، a good lesson، درس جيد. New words، كلمات جديدة. ركشو، عربة هندية صغيرة. ألمناي، خريجين. سيفر، يتذوق. كومبلينتس، شكاوي. سترس، إجهاد. كواليتي، نوعية. ديفاين، يحدد. آين، ينظر بغيرة، نظرة حسد يعني. إكسكوزيت، رائع. أسورتمنت، مجموعة متنوعة. نستعرض الآن الأسئلة الوزارية التي وردت في الأدوار السابقة حول القصة. ستوري تايم، وقت القصة، هذا الحقل موجود في الأسئلة الوزارية، وطريقة السؤال هي answer the following questions، أجب الأسئلة التالية. Number 1. Who agreed to visit the old university professor؟ من اتفق أن يزور الأستاذ الجامعي القديم؟ الجواب هو A group of alumni from different Iraqi provinces، مجموعة من الخريجين القدامى من مختلف المحافظات العراقية. Number 2. Why did the alumni decide to visit the old university professor؟ لماذا الخريجون قرروا أن يزوروا أستاذهم الجامع القديم؟ Because they heard that the professor was sick، لأنهم عرفوا بأن الأستاذ كان مريضا. The alumni went to the professor's house by، ثم فراغ، الخريجون ذهبوا إلى بيت البروفيسور بواسطة، ومعطيك اختيارات، والاختيار الصحيح هو ركشو، توضع في الفراغ. ركشو يعني عربة هندية صغيرة كما قلنا. Number 4. When the professor went to the kitchen، عندما ذهب البروفيسور إلى المطبخ. What did he return with، بماذا عاد؟ A large pot of coffee، إبريق كبير من القهوة. And assortment of cups، وتشكيلة من الأكواب. Number 5. Where are the alumni from، من أين يكون الخريجون القدامى؟ To from المثنى، اثنان من المثنى. To from ديالة، اثنين من ديالة. One from تكريت، واحد من تكريت. And one from ذي قار، وواحد من ذي قار. Number 6. Who is the professor، من هو البروفيسور؟ He is Indian، هو من الهند. Number 7. The alumni took a rickshaw from the city center to the house for their professor، الخريجون القدامى استقلوا ركشو من مركز المدينة إلى بيت أستاذهم. الجواب true. Number 8. The alumni are from different Iraqi provinces، والخريجين هم من مختلف المحافظات العراقية، وهو true، الجواب true.
Number 9. The alumni fully understood the moral lesson. الخريجون استوعبوا الدرس بشكل كامل. And made their former professor feel happy. وجعلوا أستاذهم السابق يشعر بالسعادة. وهذا الجواب true. Number 10. The alumni understood the moral lesson of the professor and went back as wiser men. الخريجين استوعبوا أو فهموا الدرس الأخلاقي لأستاذهم and وعادوا كرجال حكماء. الجواب true. Number 11. What made the Indian professor feel happy? ما الذي جعل البروفيسور الهندي يشعر بالسعادة بالفرح؟ Because the alumni fully understood the lesson. لأن الخريجين استوعبوا الدرس بشكل كامل. Number 12. The alumni are from different Iraqi provinces. الخريجون من مختلف المحافظات العراقية. وهذا true. الجواب Number 13. Did the alumni understood the moral lesson of the different cups? هل استوعب الخريجون القدماء الدرس الأخلاقي للكؤوس للأكواب المختلفة؟ Yes, they did. نعم فعلوا. Number 14. وهذا سؤال مكرر. When the professor went into the kitchen, إنما ذهب البروفيسور إلى المطبخ. He returned with وفراغ. عاد بصحبة وفراغ. A large pot of coffee. إبريق كبير من القهوة. And an assortment of cups. ومجموعة متنوعة من الأكواب. إلى هنا أعزائي انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. آسف على الإطالة بسبب غزارة الأسئلة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. مع السلامة.